FM. الكلمة ليك. المواطن نفسه لابد أنه ينخرط في المنظومة هذه، لأنه عملية الإرهاب هذا هو تحدي للجميع، هو يضرب في الاقتصاد التونسي، ولكن ضرب الاقتصاد التونسي كل المؤسسات وكل معناها متابع كلها باش تتأثر بالشيء هذا. إذن خلينا نبدأ بالنظافة. بالنسبة للنظافة تكونت لجان في المجال هذايا، وعدنا معناها كذلك تحيين معك الشركات الخواص بالنسبة للبلديات، هناك متابعة دقيقة، هناك متابعة نقول لصيقة ويسمعوا فيها السادة المواطنين، وعندهم تعليمات في المجال هذايا، وأنه ما نرحموش أي إخلال معناها في هذا الشأن. رأوا هذه كصورة البلاد. وكذلك الجانب الأمني. الجانب الأمني احنا تقريبا معناه إذا كان مش 3-4 أيام هناك جلسة أمنية. هذا إلى جانب المكالمات التي فيها اليومية بيني وبين السادة مديرين الأمن، سواء كان الإقليم سواء كان الحرس أو الشرطة، فهمتني، أو حتى الحماية المدنية، لأن هي منظومة متكاملة وفيها العمد وفيها المعتمدين وفيها كذا. لابد من اليقظة، ولابد منها من اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والضرورية حتى تتعدى السنة السياحية كأحسن ما يرام. وثم مؤشرات تقول أنه إن شاء الله بالنسبة لنابل، يعني كولاية نابل وخصيصا بالنسبة للحمامات، باش يكون عام استثنائي إن شاء الله معناها في المجال السياحي هذا على مستوى العدد اللي باش يدخل البلاد نتاعنا. بالنسبة للسياح من الخارج والداخل زي. والله من الخارج ومن الداخل. نقولوا من الداخل، نعطيك مؤشر، احنا الويكاند اللي صار فيه عيد الاستقلال هذاك حققنا نسبة 100% حجوزات في الحمامات الياسمين. أنا هذا مؤشر باش تعرف شنو يستنى فينا. هذا إلى جانب معناها المجهودات الكبيرة اللي نثمنوها الحقيقة متاع السيدة وزيرة السياح، والسفريات العديدة اللي قامت بها، والعلاقات العديدة معناها اللي حينتها من أجل وأنه إن شاء الله يتعدى العام، إن شاء الله يكون عام معناها ناجح على جميع تعودة الدولاب السياحي. الكلمة ليك.